لو الحكاية فيها إن فيدي تعرف إيش مشكلة فيك؟ امتحنت الامتحان الموحد النهاردة؟ إيه نظام الامتحان طيب؟ عربي 10 أسئلة عربي و 8 رياضة تقريبا 6 علوم و 6 دراسات و 6 إنجليزي كلهم في ورقة واحدة مدة ساعتين بس. كان في أسئلة صعبة ولا حاجة؟ لا كله كان خلصت في أول 5 دقايق 10 دقايق. تمام. وبالنسبة للإجراءات الاحترازية داخل اللجنة وكده؟ اللجنة حلوة. تعرف اسمك؟ علاء. علاء امتحنت امتحان موحد النهاردة؟ أيوة. الامتحان كان سهل ولا صعب؟ سهل. كان في حاجه واقفه معاك ولا حاجه؟ لا كله سهل. ما كانش في اسئله ووقت الامتحان كان كافي؟ خلصين نص الوقت طالعين في نص الوقت. عايزك تقول لي الامتحان موحد النهارده كان ايه الاسئله الصعبه اللي فيه او لو في اسئله صعبه؟ الحمد لله ما فيش حاجه صعبه كله سهل الحمد لله. خلصت في قد ايه؟ يجي ساعه الا ثلث. تمام. كان فيش اسئله غير مباشره او حاجه؟ لا 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 كله جاي من المدرسه. انت ذاكرت بقى لليوم ده ولا ما كنتش مستعد؟ جيد يعني مذاكر يعني. كل ماده كده 7 اسئله بس سهله يعني. ما كانش في حاجه واقفه معاك ولا حاجه؟ لا سهله بس الانجليزي بس اخر سؤال كده. كان في سؤال واقف يعني؟ بس حلو يعني برضه الاسئله سهله.